الوطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. نشرة وطن الاقتصادية، وسنتناول فيها أبرز الأخبار المحلية والعالمية عبر شبكة وطن الإعلامية. وإلى عناوين النشرة: البنك الدولي يدعو لتنسيق الجهود لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في فلسطين. نحو 10 مليارات شيكل إيرادات الحكومة من الضرائب في 7 أشهر. وفي أخبارنا أيضا: $1 مليار قيمة الشيكات المعادة في 8 أشهر. وفي تفاصيل النشرة: أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية الصادر عن وزارة المالية حديثا أن إجمالي الإيرادات الضريبية المجباة محليا وعبر دورة الاحتلال المقاصة في الأشهر 7 الأولى للعام الجاري بلغ 9 مليارات و900 مليون شيكل، وأعلى 6 أنواع من الضرائب تحصيلا للإيرادات المالية خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري. احتلت الجمارك على السلع المستوردة عبر المقاصة المرتبة الأولى من حيث أعلى الإيرادات بإجمالي أموال بلغت 3 مليارات و427 مليون شيكل. جاءت ضريبة المحروقات البلو في المرتبة الثانية من حيث أعلى الضرائب التي حصلت الحكومة من خلالها على إيرادات مالية بقيمة 2,140 مليون شيكل. وفي المرتبة الثالثة جاءت ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة والقادمة من دولة الاحتلال عبر المقاصة بقيمة 1,693 مليون شيكل. وقعت شركة مدى العرب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية تمنح الوزارة بموجبها شركة مدى العرب رخصة بناء وتشغيل شبكة الألياف الضوئية الفايبر في فلسطين لمدة 15 عام. ستمكن هذه الرخصة الشركة من تقديم جميع خدمات الاتصالات على اختلافها كخدمات الربط البيني والداتا وخدمات الإنترنت وجميع خدمات الاتصالات باستثناء خدمات الهاتف الأرضي، وذلك لجميع قطاعات المجتمع الفلسطيني.
يذكر أن شركة مدى العرب قد حصلت على رخصة تقديم خدمات النطاق العريض ووقعت خلال الأشهر والأيام الماضية اتفاقيات تعاون مع شركة كهرباء محافظة القدس وشركة توزيع كهرباء الشمال وشركة كهرباء الخليل وشركة توزيع كهرباء غزة وبلدية طول كرم، كما يجري تحضير لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات كهرباء وبلديات أخرى، وذلك بهدف الاستفادة من البنى التحتية التابعة لتلك الشركات والبلديات لتسريع أعمال إنشاء وتبريد الشبكات الفايبر. هذا وقد بدأت مدى فعلا بتمديد شبكاتها وتقديم خدماتها بشكل تجريبي مستفيدة من البنى التحتية لتلك البلديات والشركات. أخبرنا أيضا، قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه، هذا حسب ما ذكره التقرير البنك الدولي ونشره اليوم الأحد. وأيضا قال هذا التقرير تضمن أن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى 3.5% في عام 2022 انخفاضاً من 7.1% في عام 2021 أي العام قبل الماضي، ويتسبب بتسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80% نهاية العام. جاء ذلك في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي سيقدمه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم الشهر في الشهر الجاري في اجتماع يعقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة للشعب الفلسطيني. طبعا للحديث أكثر حول تفاصيل هذا التقرير معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الأستاذ هيثم درغمة. مساء الخير أستاذ هيثم. أهلا وسهلا، مساء النور أستاذ هيثم. يعني بناء على تفاصيل التي هناك مزيد من التفاصيل ذكرها أيضا البنك الدولي المؤكد أنكم اطلعتم عليه، يعني من الأثار الممكن أن تترتب حسب تعبير البنك الدولي في زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية التي سيحصل فيها أيضا زيادة مضاعفة بأسعارها، معدل النمو حسب تعبيرها أيضا قد ينخفض أو هو حصل انخفاضا في 2022. ما هو انطباعك عن ما ذكره البنك الدولي في حول التعافي الاقتصادي أيضا في فلسطين؟ أنا أعتقد التقرير تطرق إلى عدة أمور فيما يخص الاقتصاد الفلسطيني، نعم، وعن تراجع أداء الاقتصاد، وهذا مش يعني مش إشي جديد على علينا نحن كمتابعين ومهتمين ومتعايشين مع الاقتصاد الفلسطيني. أنا برأيي أنه كل التقارير اللي بتصدر عن البنك الدولي تحدثت جلها تحدث عن ما أتى بهذا التقرير فيما يخص تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني، ومن المتوقع كما ذكر بأن يتراجع أكثر، وأن اقتصادنا لم يتعافى بعد جراء جائحة كورونا، وليس فقط هذا ما جعل الاقتصاد الفلسطيني يعيش حالة من التراجع، إنما أنا بتصوري إنه القديم الحديث والحصار المالي من قبل دولة الاحتلال وتراجع المساعدات وكذلك الارتفاع العالمي للأسعار، وهذا تزامن مع يعني زيادة في نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية، وكذلك الحال زيادة نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية، كلها أتت نتاج ما ذكره التقرير وما تحدثنا فيه، وبالتالي لا جديد فيما يخص أنه تراجع في النمو بنسبة عالية، وكذلك الحال تأثر المواطن الفلسطيني نتاج التضخم ومن المتوقع ارتفاعات أخرى على أسعار السلع، كل هذا من شأنه أن يضاعف الأزمة. ولكن أنا دعيني أتحدث عن جانب مهم لما يتطرق له تقرير البنك الدولي، وهو إدارة الأزمة المالية في الأراضي الفلسطينية.
وتحدث وغازل المؤسسة الرسمية وقال بأنه في تطور بنسب ضئيلة في جانب معين. أنا أعتقد أنه إحنا في كل مرة نعيش نفس المشكلة ونفس الأزمة ولا نتعلم، بمعنى أنه يعني حينما ندخل في أزمة حصار مالي دعيني أقول منكم دولة الاحتلال، أنا برأيي كمتابع لشأن الاقتصاد الفلسطيني أرى بأن الحكومة صار عندها خبرة في التعامل مع مثل هذه القضية، وبالتالي لما ندخل أزمة جديدة لماذا ندخل في كل مرة نفس الأزمة ونفس المشكلة؟ ألم يكن يعني لدينا ومقدورنا وضمن استعداداتنا أنه نواجه مثل هذه الأزمة؟ وبالتالي هذا له علاقة بالقدرة على إدارة الأزمات المالية، هي لم ترتقي إلى المستوى المطلوب ونعيش نفس الأزمة في كل مرة نفس المشكلة دون ما أن يكون لدينا في جوابتنا شيء، ولم يكن يعني الحكومة جاهزة لمثل هذه الأزمات. وبالتالي أعتقد بأنه لا تطور على هذا الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل، وبدك تعرف في حاجة والجميع يعرف أنه إحنا يعني في ظل يعني إحنا منغالط أنفسنا، هل في تطور على هذا الاقتصاد الفلسطيني؟ هل في تطور؟ هل في تقدم؟ هذا الحكي بعتقد أنه إحنا منغالط أنفسنا فيه. باريس الاقتصادي أتى ليكبل الاقتصاد الفلسطيني وليكون متعذر على الفلسطينيين بناء تنمية وبناء اقتصاد فلسطيني، لأنه بالأساس الاقتصاد الفلسطيني مستندا على المساعدات الخارجية. الآن هذه المساعدات لم تعد قائمة، وكما قلت حصار مالي، انقسام، لا يوجد تقشف بمعنى الحقيقي. أيضا هناك مشكلة حقيقية فيما يخص يعني دعيني أقول الإيرادات، لم تأتي شفافة وموضوعية، والتقشف لم يأتي بمضمون الحقيقي، لذلك نحن نعيش أزمة ولربما تستمر في المستقبل. يعني برأيك أن حسب ما لفت إليه التقرير أن الإصلاحات التي تحاول أو الأجندة السلطة الفلسطينية في وضع تعزيز النظام المالي في السلطة الفلسطينية ليس هو بالفعل مجدي، أو ممكن أن يكون هو أحد الحلول لحل الأزمة المالية الحالية؟ يعني على أجندات الحكومة الفلسطينية أعتقد الجميع تمام لبعض القضايا، أنا بتصوري هي هامشية، لن تذهب باقتصاد قوي ولن تأتي بثمار، بمعنى أنه لن نذهب باتجاه دعيني أقول التخفيف من حدة هذه الأزمة. نعم. يعني تحدثوا عن تحسين الإيرادات، تقشف، تقاعد مبكر، رئيس الحكومة تحدث عن بعض الإجراءات اللي من شأنها برأيه أنها تساهم في الحد من الأزمة المالية. أنا برأيي ليس بهذه الطرق تدار الأزمات. إحنا في كل مرة نتحدث عن تقشف ونتحدث عن تحسين إيرادات، الإيرادات تحسينها لا يكون بالطريقة اللي بتحدث معالجة الأزمات المالية والاقتصادية، تكون من خلال أمرين مهمين. الأمر الأول هو من خلال السياسات المالية واللي من شأنها أن تذهب باتجاه تحسين الإيرادات وتخفيف النفقات. إحنا مع الأسف الشديد نفقاتنا لم تخف وإيراداتنا يعني ليس بموضوعية وشفافة، بمعنى أنه المكلف الضريبي الوحيد هو المواطن البسيط، كبار الشركات وكبار المستثمرين في الأراضي الفلسطينية يعني يتهربوا من دفع الضرائب ويؤجلوا دفع الضرائب، يستفيدوا فترة طويلة من الأموال الضريبية ثم بعد ذلك يذهبوا بصفقات، ثم بعد ذلك الشق الآخر هو من خلال السياسات النقدية. وإحنا مع الأسف ما عندنا نقد ولا عندنا احتياطي من الذهب لنعالج قضايانا المالية، وبالتالي الحكومة تتحدث وكأنما نحن في دولة مستقلة دون ما التطرق لبعض هذه القضايا المهمة اللي تؤدي إلى التعثر. ولذلك قلت لك إحنا من غالط أنفسنا، أوسلو وباريس الاقتصادي أتت لتكبل الاقتصاد، بناء اقتصاد فلسطيني بمعنى الحقيقي وتنمية مستدامة في ظل هذا الاتفاق، أنا باعتقادي هذا ليس ممكنا مهما أتت الحكومة بخطوات. بتصوري سنفرى رهن الابتزاز من قبل المانحين واللي تراجعت وتلاشت في الفترة الأخيرة، وكذلك الحال المساعدات العربية اللي لم تعد موجودة، والآن أضيفي فوق ذلك هو ابتزاز الاحتلال في احتجاز أموال المقاصة بين فترة وأخرى لتمرير أجندات سياسية وإملاءات على السلطة الفلسطينية. لذلك ما لم نتخلص من باريس الاقتصادي أو على الأقل
نعدله، ولو أنا يعني أرى ممن يرون بأن نفسه هو الأهم، أنا أعتقد سنبقى نروح مكاننا، ولا يمكن الحد من هذه الأزمات المالية إلا بسقف وهامش قليل جدا. يعني برأيك أستاذ هيثم أن التقرير البنك الدولي هو ليس منطقي وواقعي؟ غير لا. واقعي في كل، أنا يعني في كثير من الأحيان أجد إذا كانت العلاقة مع البنك الدولي أو القائمين على البنك الدولي بين السلطة الفلسطينية وهؤلاء يأتي إيجابي، يعني إيجابي تجاه القائمين على الأزمة المالية والقائمين على الاقتصاد الفلسطيني والشأن المالي الفلسطيني، وفي أحيان أخرى يأتي مغالط، يعني بيعطي انطباع سلبي عن من يديرون المال، وكل هذه القضايا أنا أعتقد يلعب فيها جانب سياسي. والبنك الدولي يعي تماما مسببات الأزمة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وركوده، ويعلم تماما، لكن يغفل في بعض الأحيان على أن كل ما نعاني منه اقتصاديا من ناحية سلبية وتراجع في أداء الاقتصاد و يعني الأزمات المالية اللي نعيشها، السبب الرئيسي هو وجود الاحتلال ورغبته في إبقاء الاقتصاد الفلسطيني مكبل، ورغبته في عدم وجود تنمية ومستدامة في الأراضي الفلسطينية. لكن كل هذه التقارير تأتي من باب لا أعلم، لربما من باب الجانب السياسي، ولا ربما في بعض الأحيان يغازل جهة معينة على حساب أخرى، وسط العلاقة مع البنك الدولي ما بين تلك الدولة سواء الاحتلال أو السلطة الفلسطينية. أستاذ هيثم، أخيرا، يعني كمواطن فلسطيني بالدرجة الأولى وأيضا كمطلع وباحث ومختص في الشأن الاقتصادي، يعني هل ما هي التحديات ممكن نحكي التي يمكن أن يواجهها الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة القادمة التي قد تؤثر عليه، ممكن نحكي بشكل سلبي أكثر، أم سيكون هناك بعض المؤشرات لتحسن الواقع الاقتصادي الفلسطيني؟ يعني أنا لا أرى مؤشرات لتحسن الاقتصاد الفلسطيني في ظل المعطيات. يعني بتعرف في قبل فترة الأوروبيين فرضوا علينا موضوع التقاعد المبكر ووقف الترقيات ووقف التعيينات عن أي اقتصاد وعن أي تحسن في المستقبل. إحنا مع الأسف الشديد وكأنما لدينا سياسة لتهجير الكفاءات خارج الوطن، ونتحدث عن تحسن أو مؤشرات لتحسن اقتصاد فلسطيني. أنا برأيي انقسام قائم، لا يوجد خطة استراتيجية أو على الأقل أجندات الحكومة الفلسطينية يخلو منها ما يمكن أن يذهب باتجاه تنمية وللحد من ظاهرة الفقر والبطالة وللحد من كل القضايا السلبية اللي بيعيشها الاقتصاد الفلسطيني. لذلك أنا ليس متفائل فيما يخص المدى القريب أو البعيد ما لم يكن هناك معجزة، وأنا أعتقد أنه المعجزات عصرها انتهى. لذلك نذهب باتجاه نفس باريس الاقتصادي ونكون واقعيين حتى نبني اقتصاد فلسطيني من شأنه الحد من كل الظواهر السلبية اللي بيعيشها الاقتصاد. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي هيثم درغمة، شكرا جزيلا لك. نواصل أخبارنا المحلية، حيث أطلقت سلطة النقد في رام الله وبالتعاون مع وزارة المالية الهيئة العامة للبترول ونقابة أصحاب محطات المحروقات حملة لتشجيع المواطنين للدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات من خلال بطاقات التصرف الآلي. أوضح مدير الهيئة العامة للبترول مجدي الحسن أن انتهاج هذا الدفع الإلكتروني في محطات الوقود سيعمل على تخطي الكثير من العقبات التي يواجهها أصحاب محطات الوقود، سيما ما يتعلق بتكدس الكاش لديهم. وأيضا أكد مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي على عدم تحمل حامل البطاقة لأي مبالغ إضافية على قيمة مشترياته خلال الدفع من خلال نقاط البيع، وأنه تم تقليل العمولة المفروضة على التجار وتثبيتها بحيث تصبح 0.5% بحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى 3%، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة مع النسب التي كانت موجودة سابقا. دعم
دعم المزارعين الفلسطينيين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، افتتح مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين بالشركة مع وزارة الزراعة سوق بلدي في منتزه بلدية رام الله يوم الجمعة الماضي. المزيد في التقرير التالي. بين رائحة الجوافة القلقلية والعنب الخليلي والخضار الطازجة والمنتجات الفلسطينية 100%، افتتح الاتحاد الأوروبي في فلسطين بالشراكة مع وزارة الزراعة سوق المنتجات الزراعية الفلسطينية تحت اسم سوق بلدي لدعم المزارع الفلسطيني ومساعدته على تسويق منتجاته وتعزيز صموده في الأرض. الاتحاد الأوروبي يعمل على تعزيز دعمه للمزارعين الفلسطينيين والتعاونيات الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا المعرض رائع لدعم الزراعة الفلسطينية في الضفة الغربية وتسويقها مباشرة من المزارع إلى المستهلك. معرض سوق بلدي الذي يخلق نوافذ تسويقية جديدة للمزارعين تتماشى ضمن نهج الاتحاد الأوروبي في دعم الزراعة والمزارع الفلسطيني في ظل ما يعانيه من شح في المياه واعتداءات المستوطنين وخطر مصادرة الأراضي. هذا السوق وأصبح اليوم تقريبا حدث سنوي، هذا السنة الثالثة اللي بننظم هذا السوق في للمنتجات الزراعية، وهو أساسا إشارة للتعاون ما بين وزارة الزراعة الفلسطينية مثلا الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في دعم هذا القطاع ودعم المزارعين بشكل مباشر. يوفر المعرض فرصة ذهبية رائعة لربط 20 مزارعا بالمستهلك بشكل مباشر وترويج منتجاته أمام الجمهور. طبعاً المعرض اليوم فرصة جيدة جداً، يعني ممتازة، حتى بتعرفوا الناس على المنتج شو هو، يعني حتى في بيسأل مثلاً شو هاي بالضبط، فبتعرفوا إنه في إشي جديد اسمه فاكهة التنين، فرصة كمان يتذوقوها وفرصة كمان إنه يشتروها من المزرعة يعني مباشرة، يعني هذا إجت على ليد المستهلك على طول. والله هذا له أهمية من ناحية فتح فرص يعني للسوق الفلسطيني بشكل عام. أنت بتعرف كيف الحركة في أريحة شوي محدودة، فإحنا لما هاي الحركة في رام الله وغيرها أنت بتجمع جميع المحافظات، يعني تعتبر فرصة للتسويق وفرصة للعلاقات وفرصة لازدهار الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. يعني احنا موجودين اليوم برام الله عارضين شيء من الطمور من المصنع عندنا، ونعرف الأسواق أكثر، يعني الأسواق المحلية للتمر الفلسطيني وجودة التمر الفلسطيني في داخل البلاد هون. يرى الزوار أن سوق بلدي يوفر لهم الفرصة في شراء منتجاتهم الزراعية خالية من المواد الكيماوية ويشكل دعماً للمزارع في المناطق المصنفة جيم. إشي حلو، إشي إيجابي إنه الواحد يفكر إنه يجي يتفرج على المنتج الفلسطيني ويختبره ويذوقه ويشتري منه شوي كمان. بتساعد أول إشي إحنا بالنسبة إنا نعتبر إنه منتج مليح، يعني لأنه فلسطيني مش ملوث بالمياه المجاري زي باقي المواد. أنا من النوع اللي بشجع البلدي، يعني المنتجات البلدية بأي شكل من الأشكال، فدائما بروح على أي سوق زي هيك بروح عليه. بعدين لفت نظري إنه يعني صارين يحسنوا من المنتوجات في الدراغون فروت، هذه فاكهة التنين صناعة محلية. موارس والريف والختيارة والوادي، هذه بعض أسماء زوايا السوق التي تعبر عن أصالة الفلاح الفلسطيني الذي يواجه تحديات يومية، بعضها بسبب الاحتلال وأخرى متعلقة بالدعم الحكومي. نواصل نشرتنا، حيث عقد البنك الإسلامي الفلسطيني لقاءات الخلوة الاستراتيجية الخاصة به على مدار عدة أيام في مدينة أريحة لبحث خططه وتوجهاته للسنوات 2023 حتى 2026. تناولت اللقاءات أبرز إنجازات البنك في تطبيق الخطة الاستراتيجية السابقة التي أظهرت نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منها رغم كافة التحديات والصعوبات التي واجهها القطاع المصرفي على مدار السنوات الماضية، بالإضافة لبحث التحديات القائمة والميزات التنافسية والفرص المتاحة. في هذا الشأن قال محافظ سلطة الناقد فراس ملحم خلال اللقاء إن البنوك الإسلامية في فلسطين حققت قفزة نوعية من ناحية نمو وتطور أعمالها ومقارنة بحداثة وجودها
ضمن الجهاز المصرفي الفلسطيني، مشيرا أن أصول المصارف الإسلامية تشكل 18% من أصول الجهاز المصرفي الفلسطيني، وأن معدل النمو لديها يشكل 3 أضعاف النمو لدى البنوك التجارية. تظهر بيانات تعود لسلطة النقد ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بعملتي الدينار والدولار خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الربع الأول، مدفوعة بقرارات الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مرات متتالية خلال هذا العام. فيما يتعلق بالقروض بعملة الشيكل فقد شهدت أيضا أسعار الفائدة تراجعا طفيفا على أساس ربعي. أيضاً في أخبارنا، صعدت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد في نهاية آب إلى 119 مليون و800 ألف دولار مقارنة مع 91 مليون في نهاية تموز، فقد بلغت قيمة الشيكات المعادة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 1 مليار دولار، وبلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة أيضاً في نهاية آب نحو 611 ألف ورقة، وبلغت قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف عموما في الأشهر الثمانية الأولى حوالي 15 مليار و800 مليون دولار من خلال 5,336 ورقة شيك. وأخيراً بالانتقال إلى أخبار البورصة المحلية، شهدت جلسة تداولها اليوم حوالي 280 ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت قرابة 580 ألف دولار نفذت من خلال 100 صفقة تقريباً. مؤشر القدس الرئيس سجل خلال جلسة اليوم انخفاضاً يبلغ حوالي 640 نقطة متأثراً بانخفاض كافة القطاعات باستثناء قطاع التأمين شهد استقراراً. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم، كانت الشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها الاتحاد الإعماري والاستثمار حوالي 5%، وشركة مصرف الصفق قرابة 1%. في المقابل كانت الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها سجائر القدس 5%، دواجن فلسطين بحدود 2%، البنك الإسلامي العربي حوالي 1.5%. الانتقال إلى الأخبار الدولية، أصدر الخبراء توقعاتهم لأسعار الذهب في ظل تداول الأسعار دون مستوى 1700 دولار للأونصة، وقرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب خلال الأسبوع المقبل، والتوقعات تقول بأن يتجه الفيدرالي إلى رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع. أيضا اقتصاديون في أشاروا إلى أنه تم تسعير رفع الفائدة من قبل الأسواق، وفي حالة قيام هذا الفيدرالي برفع الفائدة بأكثر من ذلك فإن سعر الذهب قد يواجه خطورة قوية نحو مزيد من الهبوط القوي، ورغم ذلك فإن سعر الذهب لن يتوقف على قرار الفائدة فقط وإنما مدى تسريع التشديد النقدي خلال الفترة المقبلة. أما فيما يخص الذهب الأسود، قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن واشنطن هي الطرف الذي غادر المفاوضات ولا تزال تعرقل مسارها حتى الآن، في إشارة إلى تأزم المفاوضات الجارية بين طهران والغرب وبشأن إحياء اتفاق النووي. يذكر أن تعثر هذا الاتفاق النووي الإيراني قد يجمد الأمال بتدفق أكثر من 1,300,000 برميل إلى سوق النفط المشبع، أو بمخاوف من نقص الطلب عليه في ظل مخاوف تباطؤ أيضا الاقتصاد العالمي.
هنا وصلنا إلى نهاية نشرة وطن الاقتصادية، كانت هذه أبرز الأخبار المحلية والعالمية عبر شبكة وطن الإعلامية. كنت معكم منتهى خليل، دمتم في أمان الله. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة.